باختصار عايزين نتعرف على جهاز السبيركر. هو جهاز اختبار فيه حقن من خلصت 0 10 امبير، اقدر احقن منه 40 امبير، وده الاخير دوت 100 امبير. وبعدين هنا في فولت دي سي، فولت اي سي، وهنا فولت تاني دي سي، وده اميتر وده فولتميتر، تمام. وهنا 220 فولت اي سي، والانجل بقدر اغير من الانجل من هنا. ده تايمر عادي خالص، اكنه تايمر منفصل تماما، اللي هو التايمر ده ستارت وده ستوب. هنا لو انا بستخدم ده كده، يعني بقول له كونتاكت اللي هيعمل ستارت ان او او نورمالي اوبن. لو انا بختار ده يبقى الكونتاكت اللي انا بخليه يعمل ستارت نورمالي كلوز. لو انا اخترت كده يبقى هو يعمل ستارت اوتوماتيك، اول ما اعمل اون بلس تايم يعمل ستارت اوتوماتيك. ده الكونتاكت اللي بيعمل ستوب، الكونتاكت ان او اللي بيعمل ستوب ان سي، او ان هو يشتغل اوتوماتيك. طيب لو انا عايز اختار، لو انا مش عارف الكونتاكت بتاعي ان هو ولا ان سي، بختار الاثنين كده، بختار الاثنين كده، يبقى اعمل ستارت في اي حاله تغيير. لو اتغير الكونتاكت ده الطرفين اللي هنا، لو قفلوا او فتحوا يعمل ستارت. وهنا برضو نفس الحكايه لو انا مش عارف الكونتاكت بتاعي ان او ولا ان سي. طيب وهنا لو حبيت اغير، اخلي ده دي سي، يقرا امبير دي سي والفولت دي سي، ويقرا هنا باور او كده، فبخش على المود. الاول لازم اعمل اوف واخش على المود من هنا، مود، وبعدين انزل تحت كده الاي سي اهوت، اي سي اميتر، لا انا عايزه تشينج، اغير من هنا واخليه دي سي براحتي من هنا كده، تمام. لو انا عايزه واعمل سيلكت هيختاره. وبعدين انزل تحت على الفولتميتر، ما اعرفش الفولتميتر راح فين، المهم يبقى فيه فولتميتر، واغيره بنفس الطريقه والباور بنفس الطريقه، وبعدين اعمل اسكيب في الاخر. طيب المنطقه البيضه ديت كده كده بقدر اتحكم فيها من البكره دي. يبقى انا وصلت الطرفين دول هنا، يعني هيوصلها يحن على، واخترت الليد من هنا. الليد ده على فكره اللي منور ده، بختاره من البوش بوتوم ده اللي انا مشاور عليه ده كده. لو انا عامل في وضع الاون، هو الجهاز هني يقول لي. طب نفصله ونشغله تاني. الليد اللي منور ده بختاره من هنا كده، اختار الاميتر الامبير اللي انا عايز احن بيه كده، 100 كده، 10 كده، 40 كده، 100. طب لو انا عايز الاميتر ده يشتغل لازم اضغط عليه لغايه ما يجيب الليد ده ينور هنا، يبقى لغالي دول وهيقرا لي امبير من هنا. لو انا اختار ان انا احن فولت دي سي من هنا، الاميتر طبعا بتوصل على التوالي والفولتميتر بتوصل على التوازي، طرفين من هنا باخدهم واوصلهم طرفين من هنا. ولو انا بختبر اوكسيلري ريلي بوصل الطرف ده هنا، واخد الطرف الاحمر ده على البوستيف بتاع الايه الاوكسيلري ريلي. ده كده ايه شرح عام للفولتميتر. يبقى اي حاجه بيضه هنا كده بتشتغل من البكره دي. لو انا هشتغل في البوكس الصغير الرصاصي ده يبقى بشتغل بالبكره دي، ترفع لي الفولت ده لو انا ما اعمل اون هنا. وهنا ده تغيير الفولت من كام، من 20 ل 130 ومن 130 لو انا اخترت الليد اللي تحت ده ينور كده، وبعمل اون واوف من هنا. يبقى دي كده ايه، لو انا وصلت الطرفين من هنا وارفع البكره بالبكره دي، تمام. هو دلوقتي بيختبر ام سي بي. الام سي بي اختباره بسيط خالص. الام سي بي عندي 3 بول زي ده او 2 بول، مفيش مشكله، بيوصل على 2 بول من ناحيه. اختبر كده على الفتح شامبرين هنا. هنا وبعدين موصل الطرف من جاي من السفيركر هنا، الطرف الثاني هنا، الجامبر الثاني هنا، وده اللي هم ايه اللي جاي من الفصل يفصل حق. تمام، يبقى ده كده واخد الثلاثة كويل سيريز، يعني واخد الطرف الاولاني اهو، وبعدين خارج ده واخده وصله لده، والبول ده واخده كده، وبعدين سيريز مع ده، واخد نهاية الخارج الطرف الثاني هنا مع الطرفين اللي هم ايه بتوع الحقن التيار دول. واخد 40 امبير. هو كام امبير ده؟ 2 امبير. يبقى ايه احنا 4 امبير بيحن الضعف في كاركترستيك كيرف النوعيه دي، اللي هو اي بي بي ريلي، اي بي بي ام سي بي. وبعدين طرفين الاوكسيلري كونتاكت ده، الاوكسيلري كونتاكت اللي هو هنا ده، بياخد ال ان سي بتاعه ويفصل الحقن اللي هم الطرفين دول. دول اول ما
انت بتكون ظابط الامبير بتاعك على 4 امبير وتعمل اون بلس تايم. اشتغل تعمل اون بلس تايم كده. يبتدي هو عامل انيشيشن. سامع صوت زنه شويه عشان مش مربوط. مربوط كويس. بيعد اهو. بيفصل عند كام؟ ممكن 35 كده 40. بيفصل على ايه؟ 40 ثانيه. المفروض ان هو بعد 40 ثانيه يفصل لو الجزيره كنت بتوصل كويس. الزنه دي غلط على فكره. لازم يور تربط كويس. طيب طب محمد توفيق هو خبره صراحه في الحاجات دي. والله بكلم ايوه. لا الزنه دي غلط. مش بتريق والله. لا 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 ما فيش مشكله. بس الزنه دي مش مظبوطه. يعني ده عبرت يعني؟ ها؟ عبرت؟ اه المفروض يتربط كويس من دول. في حاجه من دول مش متربطه كويس. طب ما كلهم كده يعني. كله بيزن كده عشان انت ما بتربطش كويس. ما هو المسمار اهو ظابط. حاول مش مربوط كويس. فصل كده على 52 38 من 10 ثانيه على من 100 ثانيه 52 ثانيه. فبنبتدي نشوف الكاركترستيك كيرف بتاعه من الورقه المرفقه مع الام سي بيهات المانوال بتاعه يعني. ونتاكد ان الزمن ده هو مظبوط لو حانت الضعف. انا حاقن الضعف في قيمه الامبير اللي عليه. وهو ده طريقه اختبار الام سي بي. وجزاكم الله خير وتعريف عام للسفيركر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.